في الأغلب لو قلت لك تعرف إيه عن كولومبيا، أول شيء حيجي في دماغك هو اسم إسكوبار. أندريس وبابلو تشاركوا في أكتر من شيء في حياتهم، الأول هو اللقب إسكوبار وما فيش أي صلة قرابة ما بينهم، والتاني اللي جمعهم هو حب كرة القدم. أندريس كلاعب لفريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، وبابلو كمحب للنادي نفسه وداعم ليه. والشيء الثالث هو أمريكا اللي كان لها جزء في وفاتهم. بابلو سنة 1993 من وكالة مكافحة المخدرات، وأندريس بسبب هدف سجله في نفسه لحساب منتخب أمريكا سنة 1994. والرابع إنهم اتقتلوا لأسباب مختلفة بطلقات نارية. في تمانينيات القرن الماضي كولومبيا ما كانش عندها تاريخ كروي يذكر، لكن في نفس الوقت تجار المخدرات شافوا أن كرة القدم هي الطريق المثالي لغسل أموالهم. كل زعيم قرر أن يتولى فريق ويدعمه. الفرق أصبحت بتضم أفضل النجوم في القارة، وقدروا يحافظوا على تواجد أفضل لاعبي البلاد بدون احتراف. بدأت نهضة كولومبيا الكروية بشكل صاروخي سنة 1889. أصبح أتلتيكو ناسيونال أول فريق كولومبي يحقق لقب كوبا ليبرتادوريس في التاريخ. أندريس سجل ركلة الترجيح الأولى، وبابلو كان بيحتفل في المدرجات. وفي الوقت اللي أغرق فيه بابلو كولومبيا في بحر من الدماء، كان أندريس وزملائه بيحاولوا يغيروا الصورة المعروفة عن بلدهم للعالم، وبث الأمل في شعبهم من خلال كرة القدم. الطفرة المحلية انعكست على منتخب كولومبيا، وطول 4 سنين من 1990 وحتى 94 ما خسروش غير مباراة واحدة بس. كولومبيا كسبت الأرجنتين 5-0 خلال التصفيات في مباراة تاريخية، وحجزت مقعدها المباشر في كأس العالم 1994. بيليه الأسطورة البرازيلية رشح كولومبيا للفوز بكأس العالم، ورغم أن بابلو في الوقت ده كان في سجنه الخاص والمعروف باسم الكاتدرائية، إلا أن الفوز كان حاضر، فطلب من لاعب المنتخب أنهم يزوروه. ورغم أن أندريس كان رافض المبدأ، إلا أنه حضر لأنه ما يقدرش يرفض. الرفض يساوي الموت. أندريس كان ممكن يموت في انفجار لابلازا قبل كأس العالم لو وصل للمكان بدري 5 دقايق فقط، لكن القدر اداله فرصة تانية. في 2 ديسمبر 1993 اتقتل بابلو إسكوبار، ومن اللحظة دي ما كنتش تقدر تثق بأي شخص، حتى الشرطي ممكن يكون طيب أو شرير. قبل كأس العالم أصبح أندريس أول لاعب كولومبي يتلقى عرضا من ميلان الإيطالي. البداية في كأس العالم كانت بخسارة 3-1 من رومانيا بطريقة غير متوقعة. بعد المباراة زاد غضب المقامرين بعد ما خسروا أرقام كبيرة. قبل مباراة أمريكا تلقى جميع لاعبي كولومبيا تهديدات بالقتل في حالة شارك خايمي جوميز والشهير بيباراباس في اللقاء. فرانسيسكو ماتورانا المدير الفني لكولومبيا نفذ التعليمات. عقول اللاعبين كانت مشلولة من الخوف في مباراة مصيرية، وهنا جت اللحظة القاتلة. عرضية من جون هاركس في الدقيقة 94 حاول أندريس اعتراضها قبل ما توصل لإيرني ستيوارت، لكنها سكنت شباك حارسه بالغلط. في نفس الوقت وقدام الشاشات ابن أخت أندريس اللي كان عنده وقتها 9 سنين قال لوالدته حيقتلوا أندريس، فردت عليه لا يا حبيبي، الناس لا يقتلون بسبب الأخطاء، الجميع في كولومبيا يحب أندريس. هدف هو العكس الوحيد في مسيرة أندريس. ماتورانا طلب من أندريس أنه ما يرجعش لأن الشوارع خطيرة، لكن أندريس كان عنده الشجاعة وقال له لازم أظهر وجهي لشعبي، وكتب مقال في أحد الصحف قال فيه يجب أن نمضي قدما لأن الحياة لا تنتهي هنا. وبعد أيام وأندريس بيحتفل مع زملائه في مدينة ميديان الكولومبية أطلق عليه 6 رصاصات، وكل رصاصة كان بيردد القاتل معاها جول 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 ل6 مرات عشان تعلن وفاته بعد 45 دقيقة فقط. اعترف القاتل مونزو كاسترو بقتله الأندريس واتحكم عليه بالسجن 43 سنة، لكنه خرج بعد 11 سنة بسبب حسن السير والسلوك. الناس في الشوارع كانت بتقول لو كان بابلو إسكوبار عايش ما كانش أندريس اتقتل، لأنه كان المتحكم الأول في الجزء الإجرامي بالبلاد. وفاة بابلو وأندريس كانت بمثابة نهاية حقبة للكرة الكولومبية، أو بمعنى أصح بداية النهاية، لأن من بعدها كولومبيا راحت كأس العالم 98، ومن بعدها غابوا 16 سنة عن المونديال. المجتمع كان فاكر أن كرة القدم هي سبب وفاة أندريس، لكنه لاعب كرة قدم قتل المجتمع بسبب هدف عكسي في كأس العالم. علينا أن نمضي قدما، الحياة لا يمكن أن تنتهي هنا. بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر يجب علينا الوقوف مرة أخرى، ليس لدينا سوى خيارين، إما السماح للغضب بالشلل واستمرار العنف، أو التغلب على كل ما في وسعنا لمساعدة الآخرين. إنه خيارنا، اسمحوا لنا بالحفاظ على الاحترام. تحياتي للجميع، لقد كانت تجربة مدهشة ونادرة، أراكم لاحقا لأن الحياة لا تنتهي هنا.